صباح الخير. صباح النور. ممكن اعرف من حضرتك لو في اي مشاكل واجهتك وانت بتدي صوتك؟ قول لحضرتك كويس. طيب في حد قال لك مثلا تنتخب شخص معين؟ لا بس انا جاي من نفسي شخص معين. طيب حضرتك تنصح بايه الناس اللي لسه مشاركتش بما ان النهارده اخر ايام الانتخابات؟ لازم الناس تشارك كلها ودي بلدنا ولازم نحافظ على بلدنا. ماشي. طيب في اي تغييرات حضرتك محتاجها بعد الانتخابات؟ محتاج البلد تبقى بخير بس. تمام شكرا. تعالي. صباح الخير. النهارده اخر ايام الامتحانات، ممكن اعرف لو في اي صعوبه واجهت حضرتك وانت بتدي صوتك؟ والله الدنيا زي الفل وجميله ونظامها حلو قوي ويعني مش ناس زي كده. طيب في حد بيوجهك لشخص بعينه ان انت تنتخبيه؟ لا 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 لا، طيب ايه الحاجات اللي حضرتك بتطلب بتغييرها بعد الانتخابات؟ الدنيا زي الفل، يعني انا ببص بس الناس اللي هي الاجر اللي هو ضعيف دوت يبصوا لنا فيه بس، مش اكتر. احنا عمال عاوزين الرئيس بس يبص لنا ان احنا حتى نبقى على السنه دي، احنا مش عاملين احنا نبقى موظفين ولا حاجه، بس نبقى حتى على السنه دي. تمام شكرا. ايوه.